زرعنا الأناناس، قلت أنا لازم إلا لرولا كمان إنه فينا نزرع بهالوقت كل الفواكه الاستوائية مثل المانجو والأفوكا، يعني رح نشوف هلأ إنه فيها تكون لعبة أو تسلية خلال فصل الشتاء، لأنه هيدا فصل ما كتير نحن نشيطين فيه. جميع الجنينات وكل شيء زرع وصور، ما بتشوفي في عندك كتير أشياء عم تزهر أو كتير. إنا على البلكون شجرة مانجو أو أفوكا وبتقدر إنه تحمل وتعطيني فواكه، والعملية مانا صعبة. والعملية مانا صعبة أبدا. ناكل المانجو الطيبة وبعدين البذرة يلي بتطلع فينا إنه نزرعها لحتى لهالقد فينا نبطرك. طريقتين مزبوطين، في ناس بدافعوا عن هالطريقة أكثر. عشان هيك رح قوم لعند شيف شادي اللي ما قلنا دايما مزبوط. نعم ميرسي شيف، وهذه وقتك هناك معك. بعد شوي مثل الفول تشبه شوي بذرة الفول، ومبلشي تعطيني ايه انه نزرعها بقلب التراب. التراب بده يكون شوي رطب، اوكي، تقريبا شي 4 سنتيمتر بده يكون الغمق. بنحطها بالعرض بانه نلفها بكيس سيلوفان او بورق سيلوفان للفول لحتى نزرع بفصل الشتاء، لانه بنزرعها جوا بقلب البيت، ما بنحطها على البلكون خاصه بهالسقعات الكثير قويه ما بتصرخ مزبوط. بقلب البيت شي مطرح بزاويه بقلب المطبخ بيكون كثير منيح، لانه المطبخ هو محل بيصير فيه طبخ، بيكون دافئ اجمالا، بتكون الرطوبه قويه، لانه كانك انت قاعده بالتروبيك بمحل استوائي، في عندك هالظروف هيدي. بنسقيها وعاده بتاخذ بين اسبوع لشهر لحتى تفرخ، حسب شو هي الفرايتي. بتفرخ بتشوفيها بهالسرعه هيدي، حسب شو هي الفرايتي. هلا اجمالا اذا بدنا نزرعها نحن عندنا بالبيت، انا دايما بفضل انه نزرع المانجا اللي هي السوبر ماركت تكون محليه، لانه اللي هي محليه معناتها انه نوعيتها متاقلمه مع سقفنا هون. يلي بتبقى انفوتد او مستورده بتكون منا كثير النوعيه الفرايتي تقدر انه تعيش وتقدر انه تعطيني شجره لبعدين. بس تصرف وتضلي تعطيني ورق، ورق المانجا معناتها انه حلوه كثير كمان بفصل بديل اجمالا بشهر اذار نيسان، بنقدر انه ننقلها لبرا، بنعتبر انه صار في عندي نقطه مانجا، وبعد شوي خلصت مانجا بتعطيني الفوتو كمان. الافوكا شغلتها بعد احيانا من هيك، فينا نتبع هذه الطريقة لحتى نزرع افوكا. هيدي بدي جربها لانه هيك شغلة هيدي الحبة، هيدي الفرايتي تبعولها هيك او من نوعية، فينا انه نشد على الراس كثير كثير يضيع على نفس كبيرة، لازم نضغط انه على الراس، بس المي بتساعد انه تفرش الحبة بسرعة اكثر. الطيبة كمان يلي بنشوفها بفصول تانية. وبما انه هيدا فصل كمان فصل بالبيت، لو انه هن قليلة نستفيد من هيدا الوقت يلي مش عم نستعملها كتير وننظفها. الشيء يلي بس بدي اقوله انه المقص كتير مهم انه يتنظف بين فترة وتانية، لو كان ما كتير بنستعمله، بس شوفي انا هيدا المقص مثلا استعملته من اسبوع وضل في عليه